وللحديث بشكل موسع عن الندوة العلمية الأولى لعام 2022 بعنوان المستجدات في تشخيص وارتفاع التوتر الشرياني والحصيات الكلوية، بيسعدنا نرحب بالدكتورة ربا نشواتي أمين سر الرابطة السورية لأمراض وزرع الكلية واختصاصية وطبيبة مشرفة في مشفى دمشق. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. صباح النور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا كنا عم نشوف تقرير عن هيك لقطات عامة من الندوة، بس اليوم أكيد من خلال حضورك معنا بدنا نعرف أكثر، تحكي لنا أكثر عن الندوة وشو أهم التحضيرات كان لها. هي الندوة الحقيقة هي أول ندوة بعام 2022. نحن كان عندنا سنتين انقطاع من الندوات لأنه بتعرفي كان في كوفيد وكان في عندنا تقريبا شبه حظر على الحركة، فهي أول واحدة بنعملها بعد ما خلصنا من قصة كوفيد. كانت الندوة كثير مهمة لأنه جامعة أطباء سوريا كافة، كل أطباء الكلية على مستوى القطر كافة كانوا موجودين. من كافة الاختصاصات أكيد؟ لا، اختصاص الكلية كان في ضيوف، طبعاً كان في أطباء ضيوف من أمراض الغدد من أمراض الطوارئ موجودين معنا بالندوة، لكن هي بشكل أساسي موجهة لأطباء، طبعاً زملائنا الجراحة البولية أكيد كانوا موجودين، لكن هي موجهة لأطباء الكلية بشكل أساسي لأنه هي محورين تبعها كضيوف. أيوة ضيوف كانوا موجودين. كان في شغل كتير، 3 شهور تقريباً عم نشتغل عم نحضر عليها للندوة، مجلس الرابطة كامل كان عم يشتغل، ما حدا قصر أبداً نهائياً. إن شاء الله نكون قدمنا ندوة حلوة والأطباء كلهم استفادوا منه إن شاء الله. بكل ندوة أو مؤتمر دائما بتكون العيون على العناوين الجديدة وآخر مستجدات يلي ضمنيتها، خلينا نحكي عن هي أهم العناوين يلي كانت موجودة وطرقتوا إلى. الحقيقة العنوانين كبار هن ارتفاع التوتر الشرياني والحصيات الكلوية، وهدول العنوانين يعني هن الخبز اليومي لأطباء الكلية، يعني مستحيل بالنهار ما يجيكي مريض على الأقل خلينا نقول عنده ارتفاع توتر شرياني ومريض على الأقل عنده حصيات بولية سواء كان بالمشافي أو بالعيادات الخاصة. كتير مهم نعرف الجديد بمعالجته وبتدبيره، لانه نحن كل يوم عن يوم عم يطلع عنا ادويه جديده، عم يطلع زمر دوائيه جديده، لازم نتشارك كلياتنا بالعلاج ولازم كلياتنا نحكي لبعض عن تجاربنا، لانه بتعرفي انت كل مريض هو حاله خاصه، كل مريض له طريقه بالعلاج، كل مريض له مقاربه معينه، مقاربه خاصه فيه، فكل طبيب من بيناتنا موجودين نحن اطباء الكليه عنده حالة أو أكثر من حالة خاصة وفريدة لازم يشارك فيها رفقاته لحتى نقدر نستفيد من بعض، ولحتى لما حدا يشوف حالة مشابهة تكون أفضل طريقة المقاربة وأفضل طريقة العلاج. أكيد حكينا عن كذا حالة، تقدمت كذا حالة صعبة، تقدمت كذا طريقة للعلاج خاصة في مجال الحصيات الكلوية. خلينا نعطي أمثلة عن الحالات المستعصية اللي تم طرحها. نحكي كثير عن بشكل أساسي عن ارتفاع التوتر الشرياني عند الأطفال. بتعرفي ارتفاع التوتر الشرياني مو خاص بس فقط بالكبار، هو خاص بالأطفال للأسف. عنا ممكن نحن نغفل عنه لأنه عنا بالبلد بشكل عام بالثقافة المجتمعية عنا الأطفال كثير قليل لحتى نعمل له روتيني، فحوص روتينية، فإذا ما اشتكى الولد ما بيروح على الحكيم، وإذا ما قدر شافه الحكيم ما بيقدر يقصله دكتور. طبعا نحن أي طفل بيراجع الطبيب هو لازم ينقصله دكتور. لأي عمر اليوم طفل بيكون، بأي عمر ممكن اليوم أنه 7 سنين 8 سنين ممكن يكون عنده ضغط لكن، فبأعمار كتير مبكرة. كمان بالمقابل الحصيات الكلوية شائعة جدا عند الأطفال وعادة تترافق مع أمراض استقلابية، كمان هي وجع البطن، وجع الخواصر، يعني الطفل ما بيجيكي بأعراض واضحة وصريحة، أحياناً تجي بأعراض مبهمة عند الطفل ما بيقدر يحدد. كتير ضروري نعرف كيف نراقبه، فكان كتير ضروري أنه نقعد ونحكي مع بعض كأطباء كلية وننبه بعض على أشياء صغيرة. طبعا. يعني يمكن بصير عنا اختلاطات أحياناً بالأعراض اللي بيعاني منها الطفل، إذا كان في وجع مثل ما ذكرتي حضرتك بالبطن بالخواصر، فمن مرة بكاسة يانسون كاسة نعناع بيكون الموضوع أكبر من هيك. يعني حتى تحليل البول قديش هو تحليل بسيط، قليل كثير لينعمل للطفل لما بيشكي من وجع بالبطن، مع انه هو اي طفل بيشكي من وجع بالبطن نحن لازم نعمل له تحليل بول. غير انه ممكن يكشف لي عن الانتانات البوليه اللي ممكن تخبي وراها كثير امراض وتشوهات بالجهاز البولي التناسلي، ممكن كمان يبين لي وجود حصيات، والحصيات بالاعمار الصغيره اكيد عاده تترافق مع امراض استقلاب، فبده دراسه الطفل لحتى ما يخسر بالمستقبل كليتين او ما نوصل لمرحله نعاني فيها من مشاكل اكبر من هيك.
تمام. دكتورة كونو حكيتي عن الضغط الشريان وحكينا انه ممكن يصيب الاطفال وهي يمكن معلومه ما كثير بيعرفوها الاشخاص، خلينا نحكي اكثر ونتوسع شوي بالاعراض يلي ممكن يحس فيها الطفل، وهي بتتشابه مع اعراض الكبار؟ هلا الصراحه عند الطفل الاعراض كثير مبهمه، يعني العرض اللي ممكن يكون متشابه بيناتهم هو الصداع، الطفل الصغير ممكن يشكي من صداع، هلا مو بالضروره يقدر يوصل لك الفكره انه انا عندي صداع، احيانا الطفل بيجي بيقول لك راسي عم بيوجعني، مو اي وجع راس هو مشكله بالعيون، مو اي وجع راس هو والله اخذ لك ضربه برد مثلا او شيء او كذا، لا او ضربه شمس، لازم ندقق لما بيتكرر العرض، الفكره انه الشكوى لما بتتكرر عند الطفل لازم الاهل ينتبهوا لها، يعني كل يوم كل يوم كل يوم راسي عم يجعني، كل يوم راسي عم يجعني، لا لازم الاهل يوقفوا يعملوا ستوب، نرجع نحن نشوف ليش راسه عم يجعه مثلا. كل يوم تعبان، كل يوم ماله قدران، الرعاف عند الاطفال، كل يوم في رعاف، كل يوم في رعاف، كل يوم في رعاف، لازم نحن ننتبه، ندور عليهم، ندور على السبب وراهم، كثير ممكن تنكشف معنا اسباب ثانيه. حاله ماله كثير كبير، يعني العدد ماله كثير كبير اكيد، لكن حاله واحده كافيه انه تخلينا ندور ورا كل الاطفال اللي بيشكوا من شكاوي متكرره ومستمره. ذكرتي نقطة إحصائية، أكيد عندكم إحصائيات للأطفال أكيد، يعني أنه هي ما فيها العدد الكتير كبير للأطفال. بحالة الرعاف اليوم عم يصير اختلاطات، في ناس بتقلك الطفل بس يرعف أنه ينزل رأسه لتحت لحتى ينزل هذا الوسخ، في ناس تقلك لا خليه أنه يرفع رأسه ويكبس على الجهاز التنفسي عنده، فاليوم هيك من خلال خبرتك يعني أينه الصح؟ ما عاد لورا هذه الحركة لورا ما عادت هلأ مقبوله، صار مو ينزل رأسه، يضل محافظ عليه بالسوي العادية ويضغط بضغط بشكل خفيف على المنطقة، المتوقع هو عادة من المنطقة الأمامية بصير رعاف، فالضغط خفيف عليها حتى مو ضغط قوي، في ناس بتضغط وكبس كبس. لا ضغط خفيف بس لحتى نقطع الدم اللي نازل بحالة النزول، بحالة النزول دينا عمرنا عاملين هاي الحركة هيك لفوق هاي بترجع لك الدم ترجع تفتشي انت غيرتي بس مجرى الدم. طيب دكتورة خلينا نحكي اليوم عن أنشطة الرابطة اليوم لشو عم تسعوا، شو عندكم هدف لبكرة؟ هلا نحن عنا مؤتمر عام للرابطة، المؤتمر العام للرابطة طبعا بيكون كتير أوسع من الندوة، بيشمل كل أقسام الكلية، يعني رح نحكي فيه عن أمراض الكلية، رح نحكي فيه عن الحصيات مرة ثانية، رح نحكي عن زرع الكلية، رح يكون في قسم خصوصي عن زرع الكلية، بيشمل عن التنقية الدموية عند المرضى، فهو عملا شامل. تمام، هذا حيكون غالبا باول شهر 9، يعني بحدود شهر 9. المكان لسه ما تحدد تماما، لكن هلا بلشنا شغل، خلصنا من الندوه هلا بلشنا شغل عليه، وان شاء الله اذا قدرنا نلحق باخر السنه رح نعمل ندوه ثانيه، ما تحدد مكانها بالضبط لسه، بس يعني لازم يعني الفيجن تبعنا انه نحن نكثر من هي الندوات، نكثر من هي اللقاءات، مشان مثل ما قلت لك تبادل الخبرات، وكمان في جانب ثاني هو جانب اجتماعي، يعني هن الاطباء موزعين على مثل ما بيقولوا على القطر العربي السوري كلياته، فشيء كثير حلو لما بيجتمعوا مع بعضهم البعض، في جو اجتماعي، في جو مرح، في جو تسليه مثل ما بيقولوا. بالاضافه للتحديث بالحالات، يعني احنا يوم عن يوم عم نكتشف قصص طبيه جديده وامراض جديده، فكثير مهم اليوم اللقاءات الدورية بين كل الأطباء. أكيد. تمام. كمان خلينا نرجع لموضوع الندوة دكتورة اللي هي كان بعنوان ارتفاع التوتر الشرياني والحصيات الكلوية، دائما بكل ندوة أو مؤتمر بيكون في مخرجات عمل أو بيكون في نقاط أساسية تم الإجماع عليها أو أنه كانت هي الضوء مسلط عليها بشكل أكبر، خلينا نحكي عليهم أكثر. هلا المحاضرات اللي نحن عملناها هي محاضرات مثل ما بيقولوا اختصاصية، وقدموها أساتذة كبار وقدموها شخصيات مهمة نحن بعلم الكليه بعالم الكليه. بشكل اساسي يعني النتيجه تبعنا كانت هي كل يوم في شيء جديد، مثل ما حكيت الانسه، كل يوم في شيء جديد بعلم الضغط، كل يوم في دواء جديد، كل يوم في ادويه عم بتروح وادويه ثانيه عم تنزل. اول شيء لازم نعطي حقها للادويه الجديده اللي بدها تنزل، للزمر الجديده اللي عم تطلع معنا، لانه عم تعطينا نتائج فعلا افضل بدون ما ننسى الزمر القديمة. ثاني شيء أنه نحن لازم نوعي المجتمع عنا بضرورة مراجعة الطبيب كل فترة، يعني مريض اللي عنده ارتفاع توتر شرياني ما بصير يغط سنتين ثلاثة وأربعة بدون ما يشوف الطبيب، هذا المريض لازم يراجع الطبيب كل ست شهور على الأقل. الأدوية بتتغير، طريقة العلاج بتتغير، بجوز نشله دواء نحط له دواء، بجوز نطلب تحليل، يعني هي كلياتها لازم يكون. فكتير كان في تأكيد على ضرورة المتابعة مع الأطباء، ما بصير
المرضى يغطوا فترة طويلة، كمان بالإضافة لضرورة وجود إحصائيات بالنسبة للحصيات البولية، أنواع الحصيات البولية الموجودة عندنا هون نحن بنشوفها بشكل عام، مشان نقدر يعني بركي بنقدر نطلع بداتا كبيرة نقدر ننشرها أو نقدر نعمل أي شيء عليها. تمام، كمان بالمعرض كان مرافق له معرض للأدوية، كونه ذكرتي الأدوية والزمر الجديدة، خلينا كمان نحكي عن أهمية هذا المعرض اليوم مع الندوة. صراحة مشكورين شركات الدواء، كان في مشاركة كثير كبيرة من شركات الدواء، نحن تفاجأنا بعدد شركات الأدوية اللي كان عندها الرغبة أن تكون موجودة معنا بهذا المعرض. قد العدد كان دكتورة؟ تقريبا في شيء 12 شركة دواء من كبار شركات الأدوية الموجودة عندنا بالبلاد، هن كثير كانوا متفاعلين وكثير كانوا حابين يكونوا موجودين. نحن هاي اول مره بيشاركوا بهالكثافه معنا بالندوه. طبعا الشركات هن مقسومين بشكل خاص، شركات اللي بتعطي ادويه لارتفاع توتر شرياني، والشركات اللي بتعمل ادويه للحصيات البوليه، يعني محددين حتى. كان في مشاركه حلوه، كان في محاضرات للشركات الموجوده معنا، بتعرف بانواع الادويه، بتعرف بالانواع الجديده، حتى كان في محاضرات عن طريقه الحرائق الدوائيه خلينا نسميها واليه تاثير الادويه. كان في شيء جديد وحلو. نحن انبسطنا فيهم وحبينا مشاركتهم، وحسب الفيدباك اللي اعطوني اياه انه هن كمان كانت بالنسبه لهم ندوه مهمه وندوه جيده. تمام. طيب دكتوره، في شويه هيك ملاحظات من الناس اليوم انه الادويه ما عم تعطي هذا المفعول اللي كنا نحن نحصل عليه من ظرف التهاب واحد، اليوم نحن عم نضطر نروح لظرف واثنين وثلاثه احيانا يعني. وبتقول لك الصيدلانيه انه التركيبه تغيرت، الشركه سكرت، عم ناخذ بديل ثاني. اليوم ضمن اجتماعكم مع شركات الادويه، شو خطتهم لبكره؟ يعني هن يعني ضمن عملهم يعني بيعرفوا جوده الدواء اليوم بالاسواق ما انا كثير منيحه او كيف؟ هلا بالنسبه لشركات الدواء، هلا هن عندهم دائما الجواب تبع انه نحن محاصرين، ما فينا نجيب كل الانواع المواد الفعاله، ما فينا نجيب الاساسيات، عم يحاولوا يلاقوا طرق مختلفه لجيبان الماده. نحن ما فينا نقول او نظلمهم، خلينا نقول نحكي بشكل حيادي، عم نحكي بشكل عام، الماده عم تجي من مكان ما له، احيانا طريقه نقل الماده، احيانا طريقه حفظ الماده، يعني ليأمن لك ماده فعاله جيده بجوز يقدر يضطر يجيبها بطرق مختلفه، تاخذ طريق طويل خلينا نقول، صح. فهذا اكيد ممكن ياثر على جوده الماده، ممكن ياثر على فعاليتها. اكيد قبل الحرب اللي نحن كنا فيها الدواء السوري كان ياخذ رقم واحد وكان يتصدر، وكان خفت عن اول، لكن لسه في عندنا ادويه موجوده فيها جوده، فيها فعاليه عاليه. مؤخرا حسينا انه الدواء بلش يتحسن، يعني نوعيه الادويه بلشت تتحسن، المواد بلشت تتحسن. هلا بتخيل الشركات المهمه اللي عندها اسم مهم بهمها تحافظ على اسمها، بهمها تحافظ على جودتها، فهي الموكله انه تلاقي طريقه تامن لنا صحيح كله تحسن. ايه مؤخرا صار في احسن، صار افضل الوضع. ايه صار افضل. نعم. لأنه وصار دكتورة اليوم. نعم. طيب دكتورة، بهيك نوع من الندوات مثل ما ذكرتي بيكونوا أساتذة المهنة موجودين فيها، ولكن دم الجديد أو الأطباء الجداد أو حتى يمكن طلاب الطب بيحبوا يتواجدوا بهيك مؤتمرات وندوات وبيحبوا يعرفوا شو المخرجات. صحيح. كيف عم تأمنوا هاي الصلة أو الترابط؟ صراحة الندوة تبعنا كان موجود فيها خلينا نقول الشريحة من الأطباء تبعاتنا اللي هن أساتذة الكبار متقاعدين، كان في اساتذتنا الكبار اللي هن لساتهم موجودين على راس عملهم، كان في اخصائيين متواجدين من كل وزارات الدوله، وزاره التعليم العالي، وزاره الدفاع، وزاره الصحه، كان معنا مقيمين يلي هن هلا عم يعملوا اختصاص فرعي كليه اللي هن حيصيروا اخصائيين المستقبل، كان معنا حتى مقيمين من عم يعملوا اختصاص داخليه اللي هن يعني اللي هو شامل لكل شيء، وكان معنا حتى طلاب من جامعه دمشق كانوا عم يغطوا كمان. حلو. على هذا، فصراحه هي الندوه كانت حلوه انه اخذك شرائح من كافه المجتمع الطبي خليني اقول لك. كان شيء حلو، كله عم يتفاعل مع بعضه، كله عم يحكي مع بعضه، كله كسرنا الحواجز بين الطلاب وبين الاساتذه، مع وجود الاحترام طبعا اكيد، صار في الفه بيناتهم، يعني دائما الطالب بيشوف استاذه ورا المايك بالجامعه، احيانا بيخجل يحكي معه او يسلم عليه، له كاريزما خاصه فيه اجباري. بهيك ندوات وبهيك لقاءات شوي بتحسي بتخف هاي الحده شوي، بالنهايه هدول اطباء المستقبل، يعني هن اولادنا ولقدام. قد ايه حلو اليوم الاستاذ وقت بيشوف طالبه بمكان، يعني ذكرتي حضرتك انه في حدا منهم متقاعد يعني، ولكن أكيد. حاضر وعم شوف بجوز كثير من طلابه موجودين. أكيد. اليوم أكيد. دكتوره اليوم هيك بشكل عام، شو اهم المشاكل اللي ممكن تواجهكم ضمن عملكم؟
صراحة نحن ضمن عمل الكلية، خلينا نحكي لك عنا مشاكل بنرجع بنقول قصة المستلزمات، قصة انه عم تعذب لحتى نأمن مواد، خلينا نحكي بشكل أساسي كلية وزرع كلية وتنقية دموية بسبب الوضع العام للبلد. يعني الدولة مشكورة عم تعمل جهدها لحتى نأمن كل شيء، بس في شوية صعوبة بالتأمين، في شوية صعوبة بتأمين المستلزمات. إن شاء الله بركي مع الوقت بتنحل معنا، تتحلحل القصص كلياتها ان شاء الله يا رب. وككوادر مجهزه مش ككوادر مجهزه، هلا في عنا اطباء كويسين على مستوى البلد حلوين، في عنا لقدام من الجيل اللي طالع جديد في شباب منشطه، في شباب خلينا نقول عندها تفكير حلو، عندها طريقه. بنتمنى نحن نقدر نأمن لهم الجو المناسب ليبقوا عنا، والدعم دعم طبعا ليبقوا عنا، ونحن نجهز ونعمل ونساوي وبعدين يلاقوا طريقهم بمكان اخر. للاسف عم نخسر كثير من كوادرنا. صحيح كثير. في اساتذه وفي اسماء كبيره للاسف خسرناها. بنتمنى نقدر نحافظ على ما تبقى من الاطباء الموجودين عنا، ونحافظ على الجيل الجديد اللي طالع. ان شاء الله دكتوره. دائما نحكي نحن عن هجره العقول والاطباء والاختصاصين، قديش هي خساره حقيقيه للبلد، ولو كيف عم نحكي هلا بظروف صعبه بعد ضغط اكثر من 10 سنين حرب، فعن جد لازم يكون في حل اليوم سريع واسعافي لهذا الموضوع اكثر. خلينا هيك يعني كمان نستفيد من وجود حضرتك معنا ونحكي شوي عن الحصيات الكلويه، كثير منتشر هذا المرض وعند كل الاعمار اذا بدنا نقول. خلينا كمان نحكي عن الجديد اليوم سواء بالكشف عن المرض او الاساليب المتبعه للكشف عنه او حتى علاجه بالوقت المتبقي. هلا نحن بشكل اساسي المريض ما يخبي، يعني المريض اول ما يحس بالعرض ما لازم يقول لا اليوم وبكره وبعد بكره، ما لازم يتساهل. يعني اول عرض عاده بيكون هو حرقه بوليه، حرقه بوليه قبل ما يجي عندي الالم بكون عندي حرقه بوليه، لانه بتكون الحصيات كثير ناعمه صغيره فبتسبب لي تخريش لمجرى البول فبتعمل لي الاحساس بالحرقه البوليه. تمام. هلا كثير ناس عندنا بتهمل هذا العرض، بيتفاقم بعد منه ببلش عندي الالم، لما ببلش عندي الالم بتكون عندي الحصيات عاده بحس صارت بحجم كبير شوي. هلا بلش الالم كمان مفروض المريض يراجع الطبيب، ما لازم يهمل القصه، لانه كمان الحصيات هذا كله ممكن انا اعالج بشكل دوائي. يعني انا ممكن اعطي ادويه مذيبات او غير تركيبه البول او قلونه البول او تحميض البول حسب نوع الحصيات، بحيث اني انا اقدر اعالج والقصه ما يكون بدها تداخلات معقده اكثر من هيك. لما نحن بنهملها تكبر الحصيات بنوصل لمرحله ما عاد يفيد فيها العلاج الدوائي، فبنضطر نعمل اما تفتيت للحصيات او احيانا ممكن توصل لمرحله تحتاج لعلاج جراحي فيها. الاهمال عندنا لازم، يعني اهم شيء التجديد، انه ما لازم نهمل اي عرض متى ما بلشت الاعراض. ايام يعني بكلفنا تحليل بول بس القصه ما بتكلف اكثر من هيك، بتحليل البول ممكن يعطيني خلفيه انه شو ممكن موجود عنده للمريض، او اذا عنده رمل او مثل ما بسموه بالعاميه وهي نفس الحصيات الصغيره ساعتها ممكن نعالجه فيها. طرق العلاج مختلفه طبعا، طرق دوائيه بشكل اساسي العلاج دوائي. لما بنتطور اكثر من هيك نعمل شيء اسمه تفتيت، مثل ما قلت هلا في شيء اسمه تفتيت حصيات، طرق جديده تفتيت عبر المنظار، يعني هن بيفوتوا بيشوفوا الحصات وبيعطوها الاشعه اللي لازم تفتتها يعني موجهه. قديه تطور حلو، قديه كانت تعذبوا اول شيء. بالندوه عندنا كان في دكتور طارق برازي مشكور، جاب لنا فيديوهات عن هذا الموضوع كانت كثير حلو، عن التكنيك نفسه لهذا الموضوع. اكثر من هيك لما ما بتستجيب معنا للعلاج مضطر نتداخل جراحيا طبعا. نحن بنفضل تداخل بالمراحل الاولى لانه كل ما تطورنا بالاجراء كل ما ممكن نأذي جزء من النسيج الكلوي، ونحن بنحاول نحافظ على النسيج الكلوي قد ما ان شاء الله. قد اليوم الاطباء بينصحوا بالسوائل وشرب المي بشكل كثير كبير، وحتى بس مو نحن نروح للكميه المستحيل الجسم اليوم يتقبلها او الكبد يتعب بتصريفها. اللي عم نشوف المي كلسيه كثير، قد ايه لها علاقه هي القصه كمان؟ هلا تركيبه المي كثير لها علاقه بتشكيل الحصيات البوليه، بالاضافه لتركيبه جسم الشخص نفسه. منطقتنا بشكل عام نحن عندنا الاستقلاب تبع جسمنا قابلين انه يشكل حصيات بالمنطقه هون شرق المتوسط بشكل عام. بتجيكي لنوعيه المي اللي نحن عم نشربها ممكن تاثر كلها مع بعضها، بالاضافه لانه نحن شعب ما بشرب مي. تكثيف البول بيساهم طبعا، تكثيف البول بيساهم بتشكيل الحصيات، يعني كذا سبب لازم ينشغل عليهم. عم نحاول نعمل حملات توعيه، عم نحاول نوعي كل المرضى اللي بيجوا لعنا، مشان يعني انت بتخبري شخص هو بيخبر اخوه ابوه ابن عمه، فعمليا انت هيك بتنشري الوعي من طبقه من المجتمع، ان شاء الله نقدر نلاقي نتيجه. يعني الوقايه مجانيه اليوم ولكن بننسى، يعني خلينا نبلش من حالنا اليوم بننسى، تكلفه رح تكون اكبر بحاله صح المرض. صحيح صحيح اكيد اكيد. شكرا دكتوره اليوم لحضورك معنا وموفقين باعمالكم، وناطرينكم هيك بنتائج حلوه على الارض. يا هلا صباح الخير.
الكلية وأعضاء الرابطة كلياتهم، كله ما حدا قصر وكله كان عمله ممتاز بموقعه، وإن شاء الله شكرا جزيلا لكم. شكرا كثير لك الدكتورة روبا نشواتي، أمين سر الرابطة السورية لأمراض وزرع الكلية. شكرا كثير لك.